شاء الله هنعمل مع بعض طبلة المسحراتي من قماش الخيامية بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض في زينة رمضان. هنعمل مع بعض طبلة المسحراتي بطريقة سهلة جدا. الأدوات اللي هنحتاجها، هنحتاج لعلبة فضة، دي علبة جبنة كانت عندي، ممكن تستخدموا علبة سمنة فضة أو علبة لبن. وهنحتاج قماش الخيامية، ومعايا قطارة فضة وقلم قديم، وطبعا هنحتاج للفرنشة عشان نزين بيها، وقطعة فوم والمقص ومسدس الشمع. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هاخد مقاسات العلبة، هقص من قماش الخيامية دايرتين، دايرة من فوق ودايرة من تحت، وللعلبة هقص قطعة قماش داير داير. أهو يا حبايب قلبي أخدت مقاسات العلبة وقصيت الدايرتين. دلوقتي هنلزقهم مع بعض على العلبة وهنكسي بيها العلبة. بسم الله. هجيب الدايرة الأولانية وهقصها داير داير كده بالمنظر ده عشان تلف معايا وانا بلزقها. هقصها حتت عشان اما اجي الزقها تلف معايا. خلاص قصيتها زي ما انتوا شايفين اهو، هلزقها على العلبة من فوق. بسم الله. داير داير. وبشد. وانا بلزق بشد. بالمنظر ده. شايفين بتلف معايا ازاي عشان انا مقطعاها بالمقص. تمام كده، شايفين الجمال. خلاص لزقتها اهو، هلزق الدايرة التانية من تحت بنفس الطريقة. برضو هجيب الدايرة وهقصها بالمقص داير داير كده. وهلزقها. وانا بلزقها بشدها. هلزقها بنفس الطريقة. خلاص كده تمام. كسيت العلبة من ناحيتين. هلف عليها قماش الخيامية داير داير بس بتني الحرف كده عشان ما ينسلش. وبرضو بلزق وبشد. سهلة خالص. بسم الله. على الحرف كده، على الحرف خالص. بلزق وبشد. Thank you.
دايرين داير. خلاص لزقتها، هاجي لاخر حتة بتنيها برضو عشان ما تنسلش اهو كده، بلزقها. والزيادة بلزقها من تحت. كل ده هيتدرب الفرنش. اهو كده. ده تمام. والزيادة بدخلها من جوه وبلزق. مفيش أسهل من كده. شايفين؟ شايفين الجمال؟ انا ظبطتها، تنيت كله من جوه وبلزق. سهله خالص، ما فيهاش اي صعوبه. هلزقها وبعدين هوريكم هنعمل ايه. خلاص لزقتها، دلوقتي هجيب شريط، اي شريط عشان اعمل لها العلاقه. هلزق من هنا من عند الوصلة. الطول اللي انتوا تحبوه، شوفوا الطول اللي انتوا عايزينه. اهو تمام كده. وهلزق من الناحية التانية بنفس الطريقة اهو. اي شريط عندكم. تمام كده. هجيب الفرنشة وهزين الطبلة دايرين داير بالفرنشة بالمنظر ده. شايفين الجمال؟ كل بقى الوصلات دي هتتدارى. هزينها من فوق ومن تحت اهو. خلاص للاخر. وبرضو من تحت بنفس الطريقة. تمام كده. هعمل الفرنشة من تحت ازاي؟ هخليها كده، هقلبها. كده برضو دايرين داير. وبشد وانا بلزق. بالمنظر ده هخلصها وبعدين هوريها لكم. شايفين الطبلة وشايفين جمالها بعد ما زينتها بالفرنشة؟ دلوقتي هنعمل مع بعض العصاية. العصاية بتاعت الطبلة، اي عصاية موجودة عندنا او ممكن خرطوم. انا معايا قلم اجيم وقطارة، علبة قطرة بفتحها كده
وهحط القلم هثبته. ثبت القلم في القطارة بالمنظر ده بورقة عشان يتزنق وما يطلعش. هكسي القلم بورق الفوم، هكسيه كله بورق الفوم. اهو يا حبايب قلبي العصاية بعد ما كسيتها بورق الفوم، بصوا شكلها جميل وتحفة ازاي. والطبلة بتاعتنا جميلة تحفة خالص، وهتفرح ولادك. لو عجبتكم طريقة عمل طبلة المسحراتي من قماش الخيامية وورق الفوم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.